خلينا نروح للخبر اللي بعد كده. سهيلة وفيق طبعا نجمتنا، نجمة النادي الأهلي في الكرة الطائرة، وطبعا معدته واللي بتلعب في دوري الـ NCAA في أمريكا، اتعرضت الحقيقة لإصابة منذ أيام مع منتخب مصر في بطولة ودية. الحقيقة طبعا سهيلة من أحد أفضل اللاعبات مش بس في النادي الأهلي دلوقتي ولكن في مصر كلها. سهيلة اللي راحت من 3 أو 4 سنوات للدوري الأمريكي أو دوري الجامعات الأمريكي، اختارت الطريق الصعب، راحت اتعلمت وطورت من أدائها بشكل يعني مرعب الحقيقة ما شاء الله، وكان ليها دور كبير تلعب مع النادي الأهلي يعني سنتين متتاليتين كأس مصر، ويكون ليها يعني بصمة قوية. ما كانتش بتلعب الدوري لأن الحقيقة الدوري كان بيتعارض مع مبارياتها في الدوري الأمريكي للجامعات، ولكن السنة دي يعني لظروف برضو أخرى ما قدرتش تشارك مع النادي الأهلي، ولكن شاركت مع منتخب مصر. هي تعرضت لإصابة ولكنها بدأت تتأهل وبدأت ترجع تاني يعني لكرة الطائرة، ومنتظر أن هي تنزل الملعب خلال أيام. كاميرا الأبطال كانت موجودة وصورت مع سهيلة جوه النادي الأهلي، خلينا نشوف قالت إيه وأرجع لحضرتك. أنا حابة أهني كابتن بيبو ومجلس إدارته على بطولة أفريقيا وفريق كرة القدم النجمة 11، ألف ألف مبروك. الحمد لله يعني انا احسن كتير دلوقتي. انا اتصبت مع المنتخب، كنت نازله العب معاهم بطوله عربيه وبطوله افريقيا امم افريقيا مؤهله كاس عالم في اليابان. كنا نلعب ماتش ضد فرقه من امريكا، وبعد الماتش حسيت ان كتفي وجعني شويه، رحت عملت MRI والحاجات ديت، وطلع للاسف قطعت كبسوله كتفي، فاضطريت ان انا اعمل عمليه، وبقالي اسبوعين اهو عاملاها الحمد لله والدنيا احسن كتير. يعني انا كنت في حاله صدمه شويه، لان انا قبل ما انزل من امريكا انا صباعي اتكسر جوه الملعب، اتعمل له كومبليت ديسلوكيشن يعني، والحمد لله الدنيا يعني رجعت تاني بيا بعد شهر او شهر ونص. فكنت نازله مصر ما بقاليش لسه اسبوع او حاجه بتمرن فحصلت الاصابه دي، فكان كله جاي ورا بعضه، فكان بالنسبة لي زي صدمة شوية ان كله جاي ورا بعضه، بس فوقت نفسي يعني قلت عادي. انا دايما مقتنعة ان ده نصيب من عند ربنا، وان ربنا راسم طريق انا مش شايفاه، بس مفيش طريق اترسم لي لحد وقتنا هذا ما كانش حلو يعني من عند ربنا، فانا مقتنعة ان اللي جاي احلى كتير يعني. اتعلمت الصبر، ان انت كل ما هتصبري وكل ما هتشتغلي على نفسك اكتر في فتره الاصابه، لان فتره الاصابه دي بتخليكي برضه تشتغلي على نفسك اوفرول مش مكان الاصابه بس، انت ممكن تقدري تشتغلي على حاجات تانية ما كنتيش قادره تشتغلي عليها ان سيزون، وده اللي انا بعمله دلوقتي. انا اوريدي اخدت بلان من كذا كوتش من عندي من امريكا لبقيه جسمي، وده اللي هشتغل عليه الفترة الجاية مع تأهيل إصابتي في الشهرين ونص اللي جايين إن شاء الله. أنا عايزة أقول إن أنا I was very lucky يعني الحمد لله، إن كل أنا كنت اتصبت مع المنتخب، فكل المنتخب مع صحابي مع النادي الأهلي كانوا متابعيني قوي في الإصابة ديت، و كانوا بيطمنوا عليا على طول، كانوا بيكلموني على طول، حتى يعني ناس هنا في الأهلي، كابتن حمدي جهاز كله كلمني، جهاز حتى كذا جهاز برضو بره كلمني، حتى ناس من أعضاء مجلس إدارة، يعني أنا حابة أشكرهم كلهم بجد إن هم كلهم اطمنوا عليا، فشكرا قوي يعني. وحابة أشكر مخصوص كابتن عمري، شكرا قوي يعني إن حضرتك كنت تطمن عليا على طول. من أكتر الحاجات اللي بجد بسطتني في فترة الإصابة وحتى يعني قبل وبعد، إن هم على طول متابعيني وإن هم على طول بيشجعوني، حتى وأنا مسافرة بره في أمريكا كانوا بيعرفوا النهائيات وحاجات زي كده إمتى، وكانوا بيحبوا قوي إن هم يقولوا لي ربنا معاكي وإحنا كلنا معاكي، وكان بجد تشجيعهم جميل وخلاني أوصل لحاجات يعني حلوة، وكنت نفسيا كويسة قوي ان هم مبسوطين ان انا ناجحه يعني بره، فدي حاجه من الحاجات اللي فرقت معايا قوي بجد ومخلاني ان انا فعلا نفسي انزل النادي الاهلي تاني. انا اخدت تالت دوري، اخدت احسن لعيبه في البطوله بتاعتنا، اخدت بيست ساتر برضو، اترتبت من ضمن فرقه البطوله. احنا عندنا المفروض بيبقوا 6 أو 7 على الليج كلهم، دي اسمها فرقه البطوله هناك في امريكا. انا ترتبت واحده منهم، او يعني الباسيره بتاعتهم. اخذت ثيرد بيست سيرفر برضو هناك على الليج،
ودي بقى لسه انا لسه ما اعلنتهاش، بس اكشلي اول مره اقولها دلوقتي. انا لسه واخده ثيرد بيست سيتر على امريكا كلها، فالحمد لله يعني الحمد لله. شفت السيزون كان قوي، فرقه الزمالك فرقه محترمه السنه دي، نافسنا معاهم باقصى حاجه عندنا، كنا واثقين من نفسنا واحنا بنلعبهم، بس هو الماتش كان في الملعب. والفرقه الاهلي عملت ماتشات حلوه قوي في الدوري وفي السوبر، يمكن ما كناش موفقين شويه في الكاس، بس يعني انا شايفه ان هم خارجين ببطولتين مهمين قوي، الدوري والسوبر. يمكن اول مره ناخد السوبر، اول مره تتعمل تقريبا. فانا شايفه ان احنا عاملين سيزون حلو قوي وخارجين ببطولات كويسه قوي، وان شاء الله اللي جاي احسن يعني بكتير. يمكن اول سيزون المره دي تبقى الدنيا طف قدامك، منافس كويس قوي، فكانت اعصاب مشدوده والحاجات ديت، بس اعتقد ان احنا خلاص وجيت يوست الحاجات دي يعني، واللي جاي كله حلو يعني ان شاء الله. ممكن احس ان هم مثلا كانوا دايما بيتكلموا مع بعض ان احنا اتمرنا كويس قوي، تعبنا طول الموسم، فاحنا هننزل نعمل اقصى حاجه عندنا، وده اللي هم كانوا بيعملوه، وربنا كان بيوفقهم يعني. انا شايفه كده ان هم عملوا كل حاجه، اتمرنوا طول السيزون، مفيش حد ينكر يعني قد ايه هم بيتعبوا هنا في الصاله ديت، وانا كنت بارت من الموضوع دوت في السنين اللي فاتت، فانا عارفه قد ايه هم تعبوا، عارفه قد ايه هم اتمرنوا، عارفه قد ايه هم لغوا حاجات من حياتهم عشان يحطوا في التمرين. فهم عملوا كل اللي عليهم قدام ربنا، وربنا كرمهم اخر كرم. فانا ده من وجهه نظري يعني، ان اللي جاي كله احسن بكتير. لو هتكلم عن نهله فانا مش هخلص لحد بكره، ده بجد. انا طلعت وانا عندي 16 سنه، سافرت معاهم اسكندريه وما كانش لسه معايا شنطه هدوم، كنت مسافره من النهائي، كنت اول مره اتصعد، وسافرت اليوم ده عشان كان عندنا ماتشات تاني يوم، كانت اول مره اتصعد مع الدرجه الاولى، ونهله ادتني البيجامه بتاعتها، يعني مش هقول لك اكتر من كده. فدي كانت بدايتي مع نهله. انسانه جميله، انسانه عندها اخلاق، مش بتفرق ما بين صغير وكبير، كلها عندها سيستم واحد، رولز واحده، يعني ما اقدرش اقول حاجه غير ان هي كانت امان كبير قوي في فرقتنا، بره وجوه الملعب فعلا يعني. خساره كبيره ان هي تعتزل يعني. رساله للتيم بتاعي، انتوا قدها كده كده، انتوا عملتوا سيزون حلو قوي، واللي جاي كله احلى واحسن بكتير قوي. انتوا تعبتوا، الناس كلها شايفه تعبكم، وكفايه ان انتوا بس تكونوا قدام ربنا عاملين اللي عليكم. رسالة للجمهور، أنا بحبكم جدا وشكرا على دعمكم ليا على طول، سواء كنت في نادي الأهلي أو سواء كنت برا، وإن شاء الله إن شاء الله في أقرب فرصة هرجع تاني نادي الأهلي. شكرا جدا.